السلام عليكم يا عم بسام، عامل ايه؟ انا يعني انت يا رجاله مالكم ملمومين ليه؟ لا امسكوا امام عاشور، ده خطر، ده خطر، امام عاشور ده خطر، خد بالك. لا عيل لئيم، يعني تصويبات شغال، هذا لا حاجات شغال، كل حاجه امسكوه امسكوه يا بسام. ايه رايك؟ شفت التكتيك؟ اركب التليفريك ابلع يا نرم، سنوحي وحابي وديتي مش جاي، سنوحي وقاحو، بلاش الأغنية دي عشان مش حلو. ايه رأيكوا فيا؟ ها؟ عاجبكم؟ أنا بغير بدري أهو، يعني بغير بدري أهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتي الأعزاء. لا مؤاخذة بس وشي منمل، واخد مضاد حيوي محسسني إن أنا رائد فضاء، بس مش في الفضاء، يعني ممكن أكون رائد فضاء في أعماق البحار. يعني اللي ما عملش لايك، يعني عملت لايك يا حماده؟ اعمل تاني، اعمل اكونت جديد واعمل منه لايك، يعني تبقى عامل لايكين مش لايك واحد. طيب طبعا احنا بنتكلم على المرحله النهائيه في الموسم. اللهم صل عليك يا نبي. يعني اللعيبه كلها مرهقه ومرهفه ويعني مجهده وكل الحاجات دي. فاهم حاجه في الفتره الاخيره في الموسم ليس الاداء، انما هو ايه؟ انما هو الفوز. لازم تاخد فوز، تاخد 3 نقط، تزوي بيراميدز واخد بالك، فتاخد درع الدوري ال 44. مش عارف بالنسبه لنا احنا هتفرق في ايه، يعني ما ده السؤال المهم بالنسبه لنا احنا كجمهور الاهلي. قلنا ما هتفرق في حاجه والله، 43 44 ما اختلفناش، احنا ممكن بس نقفلهم 45 وبعدين ناخد هدنه واخد لي بالك. لكن انا مش فاهم احنا ليه عمالين الدوري اهلي، الدوري ده خد بالك جشع، احنا كده جشعين، دي حاجه حلوه. المهم يعني عندي سؤال، هو فين مصطفى شوبير؟ طمنونا عليه، الولد لا بيلعب ماتشات مع فرق وسط الجدول، ولا بيلعب، ولا شفناه في ماتش بيراميدز ولا المصري ولا السينما. الولد بخير؟ طيب طمنونا عليه الولد، يعني ما يعني مش كده، خد بالك يعني الايام دول، الايام دول، دول اللي هي بتلف، يعني مش دول تروح تقول لي كانتري اللي هي دوله، لا دول بتلف. فاحنا عايزين بقى الدول، العيال يبقوا دول بقى، الشناوي دول دول، واللي مش عارف مين دول، كله يبقوا دول مع بعضه، بحيث اننا يعني ما نظلمش حد، واخد لي بالك. استاذنكم انا بقى اروح ارقع شريط الانتيبيوتيك، سلام عليكم، ورجعنا لكم بعد ما ظرفنا شريط الانتيبيوتيك. يا اولاد، يا اولاد، نحب نكمل كلامنا من حيث ما وقفنا. في حاجه افتكرتها وانت نسيت اقولها، محمد هاني، ربنا يوفقك يا هاني والنبي وتبقى كويس، والله عايزينك تبقى كويس يا ابني، احنا مش عايزين نضرك يا حبيبي والله، انت عارف لو عايزين نضرك والله هنقول لك ايه؟ مش هنقول لك حاجه، يعني هنسيبك، تسيبك على عماك، لكن احنا عايزين مصلحتك، عشان كده بنقول لك ايه؟ مش يعني يأسنا من موضوع العرضيات، مش مهم عرضيات يا محمد، اهم حاجه بس ايه؟ سلم واستلم واخد بالك؟ والدنيا تبقى حلوه كده وتعمل جبهات حلوه، يعني برضك الجون الاولاني النهارده جاي برضك ايه بادئ منك واخد بالك، فاحنا يعني تشكر مجهود، تشكر عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هروح ارقع الانتوسيد، تنسوش اللايك بقى، سلام.